السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم راح أصور لكم فيديو بسوق الزعفرانية سوق مريم لبيع وشراء الطيور والحيوانات، وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم. تحياتي لجميع المشتركين الطيبين. طبعا اليوم الخميس، شوية تشوفون تلاحظون أكو حركة بالسوق، لأن الجمعة والسبت حضر التجول، فراح نشوف شنو الحيوانات الموجودة هنا ونصور لكم إياها، وإن شاء الله تنال إعجابكم. تحياتنا لجميع المشتركين الطيبين، أخوكم محمد الزبيدي من قناة محمد تي في. مشاهدة ممتعة. هذني أفراخ عربيات، العدد 18، العدد 18 كتكوت مثل ما تشاهدون، بهن كبار وبهن صغار. أي زوج يعجبكم سعره 5000، أي زوج يعجبكم. ملقحات شي حبيبي؟ ما ملقحات؟ اليوم جايبهن، بس نضاف مثل ما تشاهدون وحلوات. المكان الزعفرانية حلال جبار. راح اخلي لكم رقم تليفونه داخل الفيديو، واللي يحب يتصل عليه ولد طيب وصديقنا وما يقصر وياه ان شاء الله. فراخ حلوات وأليفات مثل ما تشاهدون. راح نركز عليهن الخاطر عشاق الدجاج العربي، احنا شنلقى نصور لهم اياه. اي زوج يعجبكم دشوفوهن، انت تلاحظوهن اكو بيهن كبار وبيهن صغار. اي زوج يعجبكم سعره 5000، فراخ عربيات هذني، بيهن هذا الزراعي فيومي يسموه. سعر الزوج 5000. هذني أفراخ بس عراقي، تلقوهن يم علي العجيلي. سعر الزوج 5000. أليفات مثل ما تشاهدون، مال البيت. نخلي لهم مي، نشوف بشار مثل ما تشاهدون. هذا روحه بالمي، البش روحه بالمي. هذني ديك الدجاجة سعرهن 110. هذا الديك الإسباني الأبيض بالتيم سعره 25000. هذا سعره 25000. هذا الزوج 110. وردة حبيبي، هذا الديك مضرب وفراتي سعره 10000. تلقوا داخل محل علي العجيني.
هذا سعره 15,000 الديك. يقول يا معلي العجيني. تحياتنا العشاق البلابل، هذا الفحل وهاي النثية. الفحل أليف مثل ما تشاهدون واقف، بس النثية طور فول سعرهن 70,000 هن والقفص. مزاوجات دني حبيبي؟ مزاوجات؟ دني مزاوجات البلابل. هذا ولد مستطرق واقف بالسوق وجاي يبيع حين. راح نحاول ناخذ رقم تليفونه ونخلي اللي يحب يتصل به. تحياتنا له. نركز عليهن بخاطر عشاق البلابل. ذني طيور حب أمهات عيون حمر بين هذا الشكري، سعر الزوج 15,000. أيضا ولد مستطرق يريد يبيع حين. ولد دول المستطرقين ملاحظة ما يقبلون خلونا ارقام تليفوناتهم، فجدا اعتذر من عندكم انا. هذا الكناري فول مثل ما تشاهدون ومال بيت، هو والقفص سعره 40,000. لأن طيور الحب تلقوه من داخل محل بشار، بيهن شكريات وبيهن أوبلاين. سعر الزوج 12,000. بدني مخاليف. أي زوج يعجبكم سعره 12,000. طيور الحب هنا سعر التيك 8,000. هاي الطائرة شكرية، هاي الطائرة دارسيني يسموها شكرية أيضا. هذا صافي الجناح سعر التيك 8,000. وهذن الكوكتيلات اثنينات النثاية سعرهن 70,000 داخل محل بشار. هذا النثاية اثنيناتهن وهذا فحل صافي الجناح. شكريات. تحياتنا للعم الغالي ابو رحاب، سمعت صوته الطيب ابو رحاب على الراس. هذني طيور الحب انجليزيات، هذا الفحل وهاي الطيرة سعرهن 25,000. باقي الطيور سعر الزوج 12,000. دني بلابل وحشيات سعر التيك 10,000. دني تلقوهن داخل محل بشار. هذا القفص هذا دور الحوض وجوه بيخانة مقسوم سعره 30,000. هو داخل محل بشار مستعمل، هذا مثل ما تشاهدون بي بيوت مال طيور حب. هنا جوا هاي خانة سعره 30,000. وهذا القفص سعره 25,000. هذا لطيور الحب للفناجي زيرهان. هذن الطيور سعر الزوج 35,000. العدد 60 طير.
30 فحل و30 نثيه تلقوهن داخل محل ابو عبد الله. العنوان الكبيسي سوق مريم، راح نخلي لكم رقم تليفونه. هذا يخبل هذا الفحم كلش حلو هذا الفحم. هذا الطير طبعا كلش حلو مميز ومميز هذا على حكاية ابو عبد الله. وبالعافيه علي ياخذهن ذن الطيور نظيفات وحصري هذني 2020. هذني الطيور يسموهن جوازي حفاي، هن والبنات مالاتهم، هن وبناتهن سعرهن 75,000. تلقوهن داخل محل ابو عبد الله. راح نفتح الباب مال الخانه ونشوفكم اياه. طيور كلش حلوات، تحياتنا لكم. عندنا الطيور الزواجل سعر الزوج 6,000، تلقوهن داخل محل ابو عبد الله. ما عدا البيض والحمور، البيض والحمور سعر الزوج 8,000. هذن الطيور حمور 7، وهاي الطيرة وياهن بدرنقة، هذن 8 ب80,000، التك على 10,000. تلقوهن داخل محل ابو عباس. وهذن التور 3، التيك على 15,000، مات عيون السود. هذن الارافل تلقوهن داخل محل ابو عباس، سعر الزوج 10,000. هذني الطيور بيعة وحدة، تلقوهن داخل محل نور، سعرهن 90,000، نهايتهن بهم مجال قفل من الأخير 90,000. العدد بس الصفر، لو هذا الحمراء وياهن بس الصفر. العدد 6، جوازي حفاي، جوازي حفاي على قولة هالخير هذا. وهاي الحمراء بيش، هاي سعرها 5,000. ذني الستة سعرهن 90,000. ذني الطيور أيضا داخل محل نور، عين النور احكي لنا عليها ذني شنو بلا زحمة عليك. كل الحفاي ورحمات سطح واحد، ذني سطح واحد 26 عدد. هي نفاية فحولة، غير فحولة ورحمات شرطة مبيار. بيش الزوج؟ كلها حفاية ركبة، الزوج على 35، قفل من الأخير، قفل من الأخير. بيعة وحدة، ذني بيعة وحدة داخل محل نور. تعالي
أدن الطيور داخل محل أحمد العجيلي. حسب الطير الحلو اللي يعجبكم. الزوج يبدي سعره من 30,000 إلى 75,000. شباب وملاحظة، هاي الأسعار أنا ما أخليها، أسأل أبو المحل وبالمحل يقول لي بهالقد، أنا أقول لكم وتحياتي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.